واحد النهار كان فيق بحال كنلقى بزاف ديال الميساجات من عند سواء الناس اللي عندهم الرقم ديالي في الواتساب ولا الانستغرام، كيصيفطوا ليا اللين ديال واحد لاباج اللي تبارك الله زعما مشهوره عربيا، اللي حاطه زعما لي سكرين ديال الفيديوهات ديالي مع واحد المنشور انني فتاه جزائريه كتهتم بالاخوه ديالها، كتهضر على المحتوى ديالي، والناس في لي كومونتير كيضربوا شي كيقول باللي جزائريه تبارك الله حتى المغاربه ديالنا راكم عارفين قضاو الغراض، بداو تيقول لهم لا راه بنت بلادنا راه مغربيه جزائر، كيقولوا لا. فجيت الانستغرام كنستفسر على هذا الامر بحكم ان الجريده ما كيجاوبوش، كنصيفط ليهم كنقول لهم زعما تي الا كان شي خطا بحكم ما عرفوش واش انا جزائريه ولا مغربيه، كنصيفط ليهم ما كيجاوبوش، ما بغوش زعما يصححوا الخطا بلي انا راه بنت مغربيه. وضحكوني حتى شي وحدين في قنوات اخرى، يعني ولا تهز داك السكرين لقنوات اخرى ما عرفتش واش جزائريون ولا هذا، كيقولوا لا راه انا جزائريه وزعما كيفتخروا بيا وداك الشيء. كنقول لهم ودي انا راه مغربيه، انا راه بنت مغربيه، كنكتب لهم في لي كومونتير كيدبزوا معايا انا مولات الشيء، كيدبزوا معايا كيقول لا راه هاد البنت حنا كنعرفوها بنت جزائريه، هذا ما كاين. لا بالنسبه لهذيك التدوينه ما تحيداتش وما تصحاتش، رغم ان المغاربه كانوا تماك، حتى زعما بعض الجزائري اللي متبعيني انا زعما كيبغيوني كتبوا لهم لا حنا راه البنت فعلا كنعرفوها راه ماشي جزائريه، ولكن التدوينه ما تصحات ما تحيدات، على العكس تماما تحطات في جرائد اخرى. كيفاش كان التفاعل مع الناس بخصوص الموضوع خصوصا الناس اللي كيعرفوا؟ عرفتي صراحه الناس بزاف بداو كيمشيو ما عجبهمش الحال، قال لك لا حنا انت بنت بلادنا وحنا كنفتخروا بالمحتوى اللي كتقدمي، يعني فاش يدار في جريده عربيه ويكون عندها لي فولوور كبار بحال هذه الجريده ما خصوش يتحط كفتاه جزائريه، لا خصو يتحط فتاه مغربيه بحكم ان كنفتخروا بان بنات بلادنا يكون عندهم محتوى هادف، لان الاغلبيه كيقولوا بنات المغرب كيديروا الروتين اليومي كيديروا كذا، فاش كان محتوى بحال ديالي وتحط في جرائد بحال هكاك عربيه وعالميه ما بغاوش انه يتحط بصوره ديال بلاد اخرى من غير بلادهم، فكان واحد الشراسه في التعاليق، وحتى فاش كان كيجيو عندي الانستغرام كيقولنا مع هذا الشيء كامله احنا فرحانين لان اي حاجه زوينه كتنسب لغير بلادنا، فاحنا فرحانين انك انت شيء زوين وبغاو يسرقوك لينا. المحتوى ديالي انا كنقدم تقريبا محتوى تعليمي، كنعطي واحد الصوره مختلفه على اللي تعطات عاده على الناس اللي من ذوي الاحتياجات الخاصه اي من ذوي الهمم، كنوريهم كيفاش التعامل معهم وكيفاش ينخرطوا في المجتمع. انا ما لقيتش هذاك الدعم مثلا في المستشفيات اللي يقدروا يعالجوا لي اخوتي، فخديت هذا القرار اني انا نعالجهم، وليت كندير لهم ترويض عقلي وكنشارك مع المتتبعين ديالي الفيديوهات، مثلا كنعلم اخوتي كيفاش يعتمدوا على راسهم يغسلوا اسنانهم يعني ينخرطوا في المجتمع، وهذا هو المحتوى اللي كنقدم. ومنها بدلت حتى الصوره النمطيه، بزاف ديال العائلات تواصلوا معايا قالوا لي بلي، وناس كبار يعني عيالات كبار مني قالوا لي بلي حنا صراحه كنا كنحشموا من وليداتنا ما كنقدروش نديوهم عند الناس نخرجوهم نهضروا عليهم، كنا فقط حاطينهم في واحد الركينه ونعطيهم ادويتهم، ولكن انت عطينا واحد الحماس لا نغيروا نفوسنا مع وليداتنا. الحاله الصحيه ديال اخوتك؟ الحالة الصحية ديال خوتي، انا الاخ ديالو عنده اعاقة ذهنية تبوش عليه عرق في راسه ما كيدوش ليه الاكسجين راسه، اختي عندها اضطراب ثنائي القطب وتأخر ذهني، بجوجهم عندهم تأخر ذهني، فبالنسبة للحالات ديالهم كيبغيو من غير الادوية وهادشي كيبغيو ترويض ذهني، لانهم كيبقاو هما ثابتين كيبقاو ديما صغار كيتزادوا غير بواحد الطريقة يعني بطيئة، يعني ممكن على 10 سنين يلا يقدر يتعلم لك انه يحل الروبيني، فدائما خصو ترويض ذهني. مع الاسف حنا شنو كنديرو كيجي بحال هاد المرضى عند الاطباء ديالنا كيعطيه الدواء كيكالميه كينعسو فقط ما كيعطيهش واحد الترويض ذهني، فانا خديت هاد القرار انا ندير لهم ترويض ذهني، انا نعلمهم كيفاش هما يسيروا، حتى مثلا لما كنتش انا يكونوا كيعرفوا على الاقل حوايج يقضيو بهم هما. الرسالة ديالي
في جميع الاحوال كنشكركم، كنشكركم انكم زعما المحتوى ديالي عجبكم وما كرهتوش انكم زعما نكون وحده منكم. هذا الشيء على راسي، ولكني راه كنبقى مفتخره ببلادي، انني بنت مغربيه في جميع الاحوال، بلادي وناس بلادي اللي طلعوني وفعفاكم. احترموا هذا الشيء، انني مغربيه، بنت عربيه من دوله عربيه، ولكني كنبقى ديما مغربيه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.